دايما ان الشعر تاج المرأة، وزي ما انتم عارفين ان كل سنة بيحصل في موضة شعر، يعني مرة شعر يبقى احمر، مرة شعر يبقى موضة اسود، مرة شعر يبقى اصفر. وطبعا الصبغات دي اكيد بتأثر على فروة الشعر وكمان بتأثر على الشعر نفسه. النهاردة معانا مجموعة من السيدات هنستشيرهم وهناخد رأيهم، وكمان اكيد هم هيستفسروا مننا من خلال لمسة جمال على هذا الموضوع. النهاردة بنتكلم بنقول دايما ان الشعر هو تاج على رأس المرأة، اكيد من زمان خالص ويبقى وضع اهتمام اي سيدة او اي بنت او اي فتاة. تفتكري حضرتك الموضات الكتيرة وموضة الشعر كل يوم صبغة جديدة بتطلع، كل يوم عايزة تغير لون شعرك حسب الموضة. انا شايفة حضرتك متحجبة، بس قبل ما تكوني متحجبة اكيد مريتي بسبغ برضو على الموضة، يعني شوية بعمله أحمر شوية بعمله البني اللي هو لون المارون كده، يعني طبعا بغير لأن في البيت مش محجبة، ففي البيت بعمل كل الألوان اللي أنا عايزاها. نوع الصبغة اللي أنت بتشتريها، بتشتريها كده مجرد إعلان في التلفزيون أو زميلتك صاحبتك؟ تجربة، أنا بشتري كل ستون دي عن تجربة لا عن تجربة، أنا بشتري نوع الصبغة يعني جربتها وارتحت فيها وماشية معاها على طول. هل على مدار السنين بتأثر على شعرك على ثقله أو كميته بيخف؟ أصلا بجيب نوع صبغة كويس في فيتامين وفي نفس الوقت مغذي، وبعدين كل شهر تقريبا الواحد بيصبغ فمتأثرش، يعني الحمد لله لسه بحالته، يعني لسه بحالته مش متأثر. أدم متحجبة عمري ما شعري هيقع. حضرتك أنا مختلفة معاها في الحتة دي، لأن برضو بترجع لبويصلات الشعر إذا كانت ضعيفة أو قوية. انا شخصيا شعري بيتاثر بالصبغات وبيخف. يعني جربت الصبغه قبل كده؟ جربت الصبغه قبل كده. اثر ازاي؟ بيخف، بينزل كتير، يعني مثلا راح ابص الاقي نزل في المشط كتير قوي منه. طب يمكن الصبغه دي بيبقى فيها ساعات ماده كيماويه، يعني مش كلها حاجات طبيعيه ومركبات طبيعيه، هل ما بتاثرش فتره على فروه الراس؟ لا ابدا، اصل في فروه فيها حساسيه وفي فروه الراس ما فيهاش حساسيه. ما عندكيش مشاكل خالص في شعرك؟ الحمد لله. اصل بس الصبغه جت، حاله الصبغه عندك كويس؟ انا متحجبه لي 30 سنه وبصبغ برضو من قبل كده، يعني على طول بحب كنت الون شعر في ابيض، ما فيش كنت شغاله على الالوان فجت لي مناعه خلاص. مدام موفقة، حضرتك شعرك حساس وكمان اكيد فروتك حساس. حضرتك في الصبغات بيكتب لك معاها جربي جزء على جلد ايدك هيبان اذا كان حساس او لا، ففي الحاله دي تعرفي بقى تقدري تستخدميها او ما تقدريش تستخدميها. يعني بالرغم ان انتوا كمان اتحجبتوا لكن ما زلتوا برضو بتستعملوا الصبغات؟ بقى قاعدين كده واولادنا بيجوا لنا طبعا يلاقونا شكلنا كويس وصغيرين لسه وكده. مشاهدينا، زي ما الشعر تاج على رأس المرأة أيضا تاج على رأس الرجل، لكن السيدات دايما تحب أنها تجمل نفسها وتتبع الموضة وتستعمل صبغات كتير جدا أو حنة بمفهوم بعض السيدات اللي احنا تقابلنا معاهم النهاردة من خلال لمسة جمال. لكن في حالة الرجال بقى، هل بالفعل بيتجهوا للصبغات ولا بيسيبوا شعرهم أبيض زي ما هو ويقولوا ده علامة الوقار؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال مشاهدنا اللي احنا بنتكلم معاه دلوقتي حالا. نتعرف على حضرتك. علي عبد المنعم، مدير عام غرفة الأدوية ومستشارات التجميل. أستاذ علي، يمكن النهارده بنتكلم على الصبغات ومدارها على الشعر، يعني حضرتك رأيك إيه في موضوع الرجالة اللي بتصبغ شعرها؟ والله أنا ما أفضلش برضه إن الرجالة إن هي تصبغ شعرها، يعني لما بيكون هو طبيعي سواء شعره أبيض بطبيعته بيبقى بياخد سنه، لكن اللي هو بيحاول إن هو يصبغ شعره دوما بيحاول إن هو يقلل من سنه وبيبقى غير محبوب. الحاجة الثانية ان بتبقى الصبغات كلها بتبقى معظمها كيماويات، ممكن بتأثر برضه على فروة الشعر وبتجيب بعض الأمراض الغير محبوبة. يعني انت شايف حضرتك ان الصبغات برضه ليها مدار يمكن أساسي بالنسبة لأي سيدات، وأكيد لاحظته من خلال قريباتك بناتك أو المدام، فأهم الملاحظات اللي انت حضرتك لاحظتها من خلال استعمال سيدات لصبغات الشعر المختلفة، يعني خاصة الألوان المختلفة الأصفر والأحمر والألوان اللي تبقى معادية للون الشعر؟ هو أولا أنا مع الحمد لله ما فيش عندي بنات بتصبغ وعند المدام ما بتصبغش، ولكن اللي أنا بقى أشوفه يعني كده في المقابلات في الأماكن العامة بتلاقي إن الصبغات بتأثر على نفس الفتلة بتاعت الشعر، مش طبيعي. ولكن في بعض الحاجات الطبيعية زي الحنة ممكن برضو إن هي تفيد الشعر عن الصبغات بعيد عن الكيماويات. بتفرق
تفتكر ممكن الصبغات والكيماويات الموجودة في الصبغات تأثر على فروة الشعر يبقى في بعض القشور أو بعض الجروح الخاصة بجلد الشعر؟ بالأكيد طبعا، إن ما دام فيها كيماويات أكيد هتأثر على فروة الشعر، وخاصة لو في مثلا بعض الجروح ممكن تعمل تقيحات، ممكن تعمل امراض بعد كده. هو ونشوف برضه بعض السيدات اللي هي بتستمر في عمليه صبغه شعر تاني، بتلاقي ان ايه الفروه بتاعتها ضعيفه والشعر بتاعها ضعيف مش قوي، بالاضافه ان لو استخدمت حاجات طبيعيه ممكن يبقى احسن. ابيض، حضرتك بتستعملي اي صبغات؟ والله انا بستخدم الحنه الطبيعيه. لكن ما استعملتيش اي صبغه وانت صغيره شويه؟ لا لا، في حياتي ما استخدمش اي صبغه. بالنسبه لزميلاتك اكيد برضو شفتي زي بعض الزميلات ليكي بيستخدموا الصبغات، والصبغات دي فيها بعض المضار اللي انت لاحظتيها، عشان كده اتجهتي ان انت تستعملي الحنة. اهم الحاجات اللي انت شفتيها وحسيتي انها اثار جانبيه خطيره جدا شوهت شكل الشعر؟ اولا الصبغه بتنزل الشعر بطريقه فظيعه، يعني انا ملاحظه كده ان الشعر عندهم بينزل بيتساقط، تساقط الشعر. ثانيا ان اللون برضو بيبقى فيه بعد فترة كده بتلاقي فيه فرق في النص كده، فبالتالي ايه ده بيجهد الشعر، كتر الصبغات بتجهد الشعر وبتجهد الجذور، يعني بتسبب احيانا حساسية في فروة الراس. فبصراحة يعني ما حبيتش ان انا اعمل زيهم علشان ما يحصليش لنفس اللي حصل لهم. يعني استعملي حنة بقالك قد ايه؟ والله حوالي يمكن سنتين ثلاثة كده. يعني سنتين ثلاثة، يعني انت شايفة ان الحنة دي كان بديل اساسي للصبغة؟ بديل اساسي وجميلة جدا، بتغذي الشعر وبتقويه، وبعدين هي مذكورة الرسول عليه الصلاة والسلام، دي عندنا سنة يعني. يعني احنا عارفين ان الحنة دايما بتعمل الشعر لونه احمر او اسود، يعني هل انت يعني شريتي حنة في نفس الالوان ولا حبيتي تلوني اكتر من كده فمعرفتيش توصلي للون اللي انت نفسك فيه؟ هو انا حبيت الونه اعمله، يعني انا كان شعري الاساسي اصفر، انا حبيت الونه اعمله يرجع اصفر، حطيت له تقريبا كركم، ما رجعش نفس اللون برضو في درجة الحمار اللي هي الدرجة الاساسية للحنة. الدرجة الاساسية للحنة او افتح درجة يعني، لكن ما رجعش لونه الاصفر الطبيعي يعني اللي هو اللي كان في الاول يعني. اذا اتكلمنا النهارده عزيزي المشاهد عن صبغات الشعر، فالحقيقه في البدايه بنقول ان التقدم الرهيب والمذهل في ادوات التجميل ابتدى يخلينا نشوف انواع مختلفه واشكال مختلفه من الصبغات وبطرق تكنيكيه مختلفه. لكن في البدايه بقول ان لازم انت عزيزي المشاهد وقت ما تفكر انك انت تستخدم صبغه معينه لازم تحطها في مكان خفي وليكن اعلى كتفك من الداخل او من الخارج، وتسيبها لمده 48 ساعه وتشوف هل دي حصل فيها احمرار، هل ابتدت تتكون بعض الحويصلات اللي فيها ماده لزجه. اذا حصل اي تغير من هذا القبيل اعرف ان هذه الصبغه هتعمل لك مشاكل وابعد عنها. خلاص عزيزي المشاهد انت اطمنت نوع الصبغه، دلوقتي انا عايز اعرفك انواع الصبغات اللي ممكن مختلفه اللي موجوده. الحقيقة احنا من وجهة النظر الطبية بنقسم الصبغات كلها الى مجموعتين كبار. المجموعة الاولى هي الصبغات النباتية اللي هي من اصل نباتي، والحقيقة يمكن اشهر صبغة معروفة اللي هي الحنة، والحنة دي موجودة منذ قديم الزمان. يمكن الحنة كانت بتستخدم اساسا على ايام الفراعنة في علاج الصداع، كان الفراعنة بيخلطوا الحنة بالخل ويبتدي يحطوها يلفوا بيها فروة الرأس، وكانت تعالجهم في علاج الصداع. ايضا الحنة كانت بتستخدم منذ قديم الزمان في علاج تشقق القدمين، ايضا كانت بتستخدم في علاج تنيا الاصابع لان فيها مواد قابضة معينة وفيها لوزون، هذه المواد القابضة تستطيع ان هي تقضي على التنيا اللي موجودة بين الاصابع. ايضا منذ قديم الزمان كانت تستخدم في علاج الجروح والخراريج، هذا الكلام طبعا كلام قديم احنا طبعا لا نستخدمه في الوقت الحالي، لكن ما ننساش ان الحنة موجودة وان ليلة الحنة موجودة وان الحاجات دي كلها معروفة تقاليد قديمة لينا كمصريين، وحتى موجودة ممتدة الى السودان. الحنة عزيزي المشاهد ليها انواع كثيرة جدا، فيها الحنة البلدي وفيها الحنة البغدادي وفيها الحنة الشائكة وفيها الحنة الشامي، وطبعا معروف عنها ان ليها الوان مختلفة، وان كانت تميل اساسا الى اللون الاحمر قوي جدا اللي يشبه الجزر، او الى اللون الاسود الداكن جدا.
ولكن يمكن التطور الكبير دلوقتي ابتدت تخلط بمواد، تعامل بمواد معينه، وابتدت الحنه تدي درجات معينه وتبقى ليها فائده بالوان مختلفه لشعر الانسان. يمكن عزيزي المشاهد الحنه في استخدامها احنا دايما بنقول ان الحنه مفيده للشعر الدهني، لان هي بتقدر تقضي على الطبقه الدهنيه او تساعد على ازالتها. لكن الحنه بالنسبه للشعر الجاف تكسره وتبقى ضره. عشان كده احنا لما بنيجي نستخدم الحنه بنقول ان الاول بنحضرها على مدى 12 ساعه بان احنا بنخلطها بالميه، وبعدين بنحطها على فروه الراس ونسيبها. اذا كان شعرك من النوع الدهني فانت سيبها لمده 4 ساعات وبعدين اغسلها، وده يبقى بالنسبه لك استخدام مظبوط. انما اذا كان نوع شعرك شعر جاف، بعد ما تحطها بربع ساعه خد زيت معين حسب استشاره طبيه بالنسبه لك، وابتدي حطه على الحنه وابتدي استخدمها وسيبها. ده يساعد ان هو يقلل الى حد كبير جدا التكسير اللي ممكن يحصل في الشعر. الحقيقه مش الحنه بس هي من الصبغات النباتيه عزيز المشاهد، لكن في ممكن صبغات ضعيفه زي الكاموميل، في صبغات ضعيفه زي الخشب الصيني، وزي ممكن الشاي ايضا، في انواع معينه من الشاي تقدر تصبغ بيها الشعر. ده النوع الاول عزيز المشاهد من الصبغات اللي هي الصبغات النباتيه. المجموعه الثانيه من الصبغات هي الصبغات الصناعيه. هذه الصبغات الصناعيه هي اللي حصل فيها التقدم الكبير جدا، والحقيقه احنا بنقسمها لاربع انواع. النوع الاول من الصبغات اللي هي الصبغات المعدنيه، ودي فكرتها اساسا ان احنا بنكون ماده الكبريتيت. ماده الكبريتيت اذا اذيبت بتدي لون اسود، كل ما تزيد التركيز بتاع الكبريتيت كل ما يزود اللون الاسود وهكذا. لكن الحقيقه للاسف ان اغلب الكبريتيت بنلاقيه مخلوط بالرصاص، بيبقى كبريتيت الرصاص، ودي ماده تعتبر سامه بالنسبه للانسان ومحرمه، وهذا النوع من الصبغات اتوقف لاستخدامه في الوقت الحديث. النوع الثاني من الصبغات هي الصبغات العضويه المخلقه، والحقيقه دي عباره عن صبغات وزنها الجزيئي كبير. فهذا الوزن الجزيئي الكبير اذا اخذناه، ودي موجوده في انواع معينه من الشامبوهات، يتحط على الشعر يتساب لفتره معينه 3-4 اسابيع وبعد كده يتغسل وينزل. الحقيقه بالنسبه لنا في مجال جراحات التجميل او في مجال الامراض الجلديه هذا النوع من الصبغات محبب. النوع الثالث من الصبغات اللي هي الصبغات شبه الدائمه، وده الحقيقه نفس فكره ان الصبغات الفاجد، ان هي بيكون بس الوزن الجزيئي بتاعها صغير، وهذا الوزن الجزيئي الصغير اذا وضع على الشعر فتره معينه بيستطيع انه ينقص فتره زمنيه اطول، وبالتالي ده ممكن يقعد لفتره شهور من غير ما يتزال الا مع مرور الوقت. وده هذا النوع الحقيقه في مجال الامراض الجلديه احنا بنحبذه ايضا. النوع الاخير عزيزي المشاهد اللي هو الصبغات الدائمه، اللي بتعتمد على الاكسجين النشط، واللي بتعتمد ايضا على الامونيا او النشاد النشط، ودي كلها حاجات للاسف بتاثر تاثير سيء على فروه الراس، وبتاثر تاثير سيء على الشعر. يمكن عزيزي المشاهد اغلب الحالات ما بيحصلش سقوط شعر في وقت استخدام الصبغه، لكن الشكوى المعروفه اللي بنشوفها دايما ان الراجل او الست يجي يقول ان انا صبغت شعري من 5-6 اشهر ودلوقتي ابتدى ينزل بكميات كبيره جدا. دي حقيقه، لان الصبغه ابتدت تعمل التاثير الصعب وتؤثر في جذور الصبغه الشعرايه على مدى هذه الفتره الزمنيه. والحقيقه السقوط اللي بيتكون بيكون سقوط دائم في حالات كثيره جدا، وانا شفت حالات كتير جدا من مجرد استخدام الصبغه بيحصل سقوط وفراغات كبيره بالنسبه لفروه الراس. عشان كده عزيزي المشاهد بنقول لك احنا مش ضد استخدام الصبغه، بالعكس احنا بنحب اللمسه الجبليه وان شعرك يكون في اجمل صوره، لان ده بينعكس على نفسيتك وبينعكس على علاقاتك بالناس، وان الله جميل انه يحب الجمال، ده شيء جميل. لكن عزيزي المشاهد اذا كنت مضطر تستخدم صبغه فحاول انك انت تميل الى الصبغات النباتيه، اذا كانت فيها الفايده فدي بتكون احسن بالنسبه لك. وزي ما انا قلت اذا كان شعرك من النوع الدهني فحاول انك انت الصبغات النباتيه هتفيد معاك كتير، واذا كان من الشعر النوع الجاف حاول انك انت تستخدم انواع معينه من الزيوت. اما اذا كان لابد من انك انت تستخدم صبغه من الصبغات الحديثه الاحدث، فعليك انك تستخدم الصبغات العضويه المخلقه او الصبغات شبه الدائمه، وانك تبعد تماما عن استخدام الصبغات المؤكسده الدائمه او الصبغات المعدنيه. مشاهدينا، نتمنى نكون جاوبنا على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم في هذه الحلقه، على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وموضوع اخر في لمسه جمال.